صباح الخير، صباح الشتاء. اسمعوا بحكيكم اشي، بس عن جد ما تضحكوا علي. هذا الجماعة نمت وانا بحلم في اني بعمل جراس. مبارح شوفوا فرمت سبانخ وعصرته عشان بدي اعمل جراس. طول الليل بحلم اني بروكاشي. من الساعة 8:30 الصبح، واللهم صل على سيدنا محمد. فإن شاء الله بدي أحقق حلمي. أول أحلامي بلشت تتحقق هيها. مش عارفة أنام، بدي أعجن العجينة وأسويها إن شاء الله، يعني يكون زي الناس وهيك. شي بالخلاط، بحط كوبين مي بالكوب الثاني، وعندي ربع كوب سكر، يعني اقل من ربع، وعلبة لبن، باكيت خميرة يعني عن معلقتين، واربع معالق حليب كبار، وكوب طحين. بعد ما خلطتهم بدي اغلفهم، حطيت تغليف وبتركهم 10 دقائق لما تتضاعف الكمية. بالعجانة بدي أحط 5 أكواب، اثنين، حطيت 5 أكواب، وإذا احتجت هلأ منشوف كيف. وهيك خمرت شوي، تقريبا خمرت ربع ساعة. طبعا بدي أضيف 1/2 كوب زيت قلي، ضفت كمان كوب طحين. وبعد ما انعجنت عندي منيح، لميت العجينة وحطيت على وجهها زيت زيتون، شوفهم أحلاها ما شاء الله، بس بدي أتركها تخمر ساعة. وهيني غلفتها بنايلون هيا هون على الطاولة، وغطيتها بأشكير لحد ما ترتفع. تمام، يعني بدها ساعة تقريبا أحسن. عندي بصل فرمته مربعات ناعم، زيت زيتون، نضبضب الجلي هون ونضب العجانة لحد ما يتقلى البصل. عندي هون سبانخ معصر بملح وعليه سماق، وعندي عصير ليمون، وعندي شطة، زدت شوية سماق، بضيف شوية بصل وبخلطه منيح، وخلطتها منيح بالسماق والليمون والملح. هيك جهزتهم، بدي اغلفها. وهيك خلطة السبانخ جاهزة. عندي لحمة هون مفرومة خشن، بدي اشوحها لتروح ميتها. رشة ملح في الاسود، بهارات بسيطة، بقلبهم. باقي البصل اللي قبل شوي بدي احط عليه اللحمة. عندي بندورة مفرومة ناعم، وهيك خلطة اللحمة جاهزة. استنى العجينة تخمر، الحشوات جاهزة، طاولتي جاهزة، والمطبخ نظيف وقاعدة لحد ما ايش اسمه تخمر. شوفوا 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 شوفوا، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، وبوم. زي الزبدة ما شاء الله. كنت ناسي احط ملح، وراح احط رشة. أنا عجنتها منيح وبدي أقطعها على المشمع، بدي أرش تحتيها طحين. وهون خلصت التقطيع. طبعا أنت بتشكلي الحجم اللي بدك إياه، هسا بغطيهم وهسا ببلش أشتغل فيهم. وهي حطيت زيت بالصينية، جهزت الصينية ونبلش. بسم الله، وببلش. حطيت شوية زيت زيتون، وبدي أفرد العجينة. شايفين كيف بتفرد؟ كل ما كترتي تكسبي اكتر. وحطي لحمة، اسخي اسخي، وبعدين بتعمليها شكل مثلث. هاي خلصت اول صدر. مش ضروري كلهم يشبهوا بعض، عادي الخوات بيشبهوا بعض، كل واحد إلها جمالها، فعادي يعني هاي صغيرة هاي كبيرة عادي. نعمل حبة سبانخ، زيت ونفردها. بسم الله الرحمن الرحيم.
سبانخ وبسم الله يمين شمال ومن تحت لفوق. حلوة حلوة. وهي خلصت صدر السبانخ اللي هون. وهي اللحمة بتتحمر لسه. طبعا لو فرن عربي كان زمان خلصت، كانوا متحمرين. عشان هيك انا ما بحب غير الافران العربية، هاي الافران ما بحبها. ان شاء الله بدي اشتري واحد. ما شاء الله هاي طلعتهم من الفرن، بس بدي ادهن على وجههم شوية زيت زيتون. بشهي بشهي بشهي. وضل عندي هون عجين وبدي اعمل بنقانق. وهي خلصت صدر النقانق، حطه بالفرن. هاي السبانخ برضه طلع من الفرن. طبعا اللي قبل شوي حطيت عليه قزدير عشان ايش يضل طري. وهسه السبانخ شوفوا. وهي بدي اغطيهم عشان ايش يضلوا طريين. طبعا زاد عندي هون حشوة سبانخ ما شاء الله كمية، وبدي اوزعها باكياس تفريز. شوفوا حبايبي، فرزت السبانخات وحطيت عليهم جلتين، حطيتهم هيك عشان ما ياخدوش حيز بالتلاجة. عملوا معاي 3 طبخات، كل كيس بكفي ما يقارب 20 حبة كبار. طبعا يا جماعة انا دايما بفرز الحشوة اللي بتزيد، وبس بدي بطلع وبعمل، فيعني ما بتغير الطعم ولا اي شيء، بالعكس بنضل نفس ما هو. هاي النقانق جهزت، خلينا نحط عليها شوية زيت. ضل هدول بدي ارجعهم يتحمروا. اما هدول جاهزين محمرين من تحت ومن فوق ما شاء الله. وهدول بدي ارجع احمرهم. أكلان هم الصينية الثانية كيف بدي اقعد المحها زي ما لمعت هاي الصينية اللي في الفرن. وهيك خلصنا ما شاء الله. شو احكي لكم عن الطراوة؟ بيفتحوا النفس. المشكلة انا قبل الفيديو جربت حبة، مش راح اقدر. والله العظيم هاي الطريقة بالعجينة 3 أيام والعجينة بتاكليها بدون تسخين. إن شاء الله بكرة بصور لكم على سناب بفرجيكم كمان قديش العجينة طرية وما بتنشف. نجرب اللي بلحمة، نفتح لكم حبة. هاي بلحمة.